انا من طبيعتي ما بتكلمش خالص، يعني انا بقالي اهو اربع سنين في النادي الاهلي، ممكن اكون ده تاني حوار ليا او تالت حوار معايا، ما بتكلمش خالص، هو مش حابب ان انا اتكلم، ان يعني مش كل شويه هتطلع تتكلم وكل شويه هتطلع توضح وكل شويه هتطلع ترد على ده، لا انا مركز في شغلي وده اللي اكل عيشي وده تركيزي، ان انا ابقى في الملعب على طول، مركز في الملعب مش مركز في اي حاجه بره. طبيعي ان انت يجيلك عروض، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، فطبيعي ان يجيلك عروض من خلالها بقى النادي وافر انت تطلع. زي ما انا رحت 6 شهور دول ولا 4 شهور النادي كان موافق، خلاص انا النادي محتاجني دلوقتي ورجعت دلوقتي وفي عروض، بس انا مش موافق، مش النوعيه دي، لا بصر وكده، حاجه مناسبه ليا ومناسبه للنادي انا اكيد النادي شايف مصلحه ليا ان انا اطلع، اذا ما شاف مصلحه كان في وقتها ان انا لازم اطلع، بس انا ولا لعيب بقى بتاع مشاكل ولا حاجه، انا بركز في شغلي خلاص، وما بحبش اصلا يعني اطلع اوضح وبتاع، لان مش هيفيدني انا مؤمن بحاجه يعني في المعسكر الفرقه ومتأيد في افريقيا وعندي ماتش مهم، فانا ان شاء الله مركز باذن الله. طبعا كابتن يوسف اكيد واحد من ابن مكان مخلص، هو كابتن سامي، كابتن مصطفى كمال، اكيد دول الناس في المكان عارفين النادي الاهلي، متربيين في النادي الاهلي، كابتن يوسف حقق بطولات مع النادي الاهلي كلاعب وكمدرب وكل حاجه، الراجل كمان مش غريب على البطوله الافريقيه ولا على الدوري المصري، ان الراجل كان ماسك هنا في مصر، فعارف النادي الاهلي بحجمه، وحتى الراجل ما بيتكلم بيقول لك انا كنت محط ان انا كنت امسك النادي الاهلي، فهو الراجل عارف امكانيات لعيبته وامكانيات النادي الاهلي، وهو شخص لذيذ جدا ومحترم جدا وكل الفرقه بتحبه كشخص الاول، وكتمرين الراجل قدر يحقق بطوله افريقيا مع مازيمبي، وصل لكاس العالم للانديه، حقق مركز كويس مع ديجلا، فان شاء الله يكون لنا نصيب معاه ونقدر نحقق بطوله افريقيا باذن الله، ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم، واتمنى ان انتم تكونوا موجودين معانا في يوم 17، هيبقى ماتش مهم ان شاء الله تكونوا رقم واحد لينا، ونتمنى باذن الله ان نحضر بطوله افريقيا ونعزها كلنا ان شاء الله من خلال جمهور النادي الاهلي باذن الله.